شوف الصورة حقتكم حق التصاميم. شوف فرق الدعم. طيب على عجالة بالله اظهروها لنا. لا لا يلا نشوفها. الحين تطلع معنا صور تصميم فرق الدعم. أول واحد مسلط الجبلي، تصميم مسلط الجبلي. أعطونا اللي بعده. مليون شجرة مشاري عمر، يا سلام. أعطونا المتسابق اللي بعده. محمد العبيان شميم. خيوط الزعفران سيف المطيري، هلا وسهلا. ها فنون الجوال مع علي الجعيدي. اعطونا اللي بعده. عبد الله الرزقي وريفي. صميمكم ظهرت الان. سره علي الجعيدي، يا سلام. اعطونا اللي بعده حبيبي. زايد بن سابر وكسانا. بشتي فيصل عرجاني. اعطونا اعطونا التصاميم، تصاميمكم تظهر على الشاشه الان. يا سلام ما شاء الله تبارك الله. انا قاعد اشوف تطور في التصاميم واشوف الوضع كل ما لا يصير افضل. يعني الناس قاعده تستخدم الكودات، قاعدين يستخدمون المواصفات، قاعدين ينوعون في التصميم وجماليه التصميم. عثمان الجنيبي متجر رشه، يا سلام. أورنس نرسيان غالية. فهد بن فارع. مسفر بن رميثة قرمش ولا ترمش، يا سلام. نوتس بوكس. عبد الرحمن غالب متجر التميمي. عبد الله الشمري آي كلين، يا سلام. الله يعطيكم ألف عافية. تحية لفرق دعمكم وعلى التصاميم اللي قاعدين ينزلونها. اليوم ان شاء الله بينزل تصويت زي ما انتم عارفين. بكره بنختار صاحب افضل صوره تصميميه وتعرفون المبلغ اللي بيستحقه. سمع عثمان. سيلفر جيفت؟ ايوه. عند مين؟ معي انا. لا قد ظهر بس يمكن ما قلناه. تاكدوا لي منه فريق الاعداد اذا ما طلعت صور المتجرين لوكارت وسيلفر جيفت ومنوه. شباب جاهزين المسرحيات؟ المجموعه الاولى خلوها حضروا انفسكم. اعطونا الاسم اسماء المجموعه الاولى. عثمان. عثمان الجنيبي. مسفر بن رميثة. عبد الرحمن غالب. سيف المطيري والسعد الغرمول. تحيه لاخوياكم. كود سعد لو سمحت. سعد مرموز. يا شباب كود فريك خويكم ما تعرفونه. كيف ما تعرفون؟ لا بس نبي. اعطونا كود سعد الغرمول. سجل سجل امسك. رفض فريق الاعداد انه يعطيك اي كود. الله يسعدك. ها؟ كم؟ لا الهلا الهلا فينا. طيب خلونا نشوف تغريداتكم على هاشتاج عثمان. يلا. البزنس 31 نبغى نشوف تعليقاتكم وكومنتاتكم عن أدوار المتسابقين وأفكارهم في المسرحيات. على بال ما يخلصون المجموعة الأولى أعطوني اسم مجموعتكم. اكتب اكتب يا ولد حق الغرمون. إيش اسم المجموعة؟ سم. والله رفضوا فريق الإعداد إنهم يعطونكم. يقولون هذا يعني ما أنتم جاهزين فيه. ما إحنا جاهزين بس هو ما هو موجود. بس الكود بس. خلاص خلاص. طيب أعطونا تصميم الكرعاني. عبد الله الكرعاني. روحوا يا عثمان. بحطها هنا احسن. اي ما اقدر. طيب سقط سهوا. هذا تصميم عبد الله الكيرعاني ومتجر لوكارت. يلا ما قد طلع حتى انت. لصق لصق لصق. يلا يا شيخ خذها خذها لصق. ما عليه عادي. بسرعه. طيب اللي ذكرنا اسمائهم في البدايه. اللي ذكرناهم حسب امس.